السلام عليكم، صباح الخير. اليوم الاثنين، 2/6/1444، يوافق 26/12/22 ميلادي، على الساعة تقريبا 6 الصباح، على الشروق كذا وقبل الشروق. والمعذرة تأخرت، المفروض إني أرفع مقطع من أمس، لكن اليومين اللي راحت هذه سخونة ومزكم وخلوا على الله، بس ما نزلت بحر. أمس جيت الموقع هذا إني بنزل كسارة هنا، وصلت لين هنا من التعب والله ما قدرت انزل، دورت ورجعت مرة ثانية ورحت البيت اريح. فعاد اعذرونا، الطعم اللي معي سلماني واخذت حبار برضه، بجرب المنطقة هذه اول مرة ادخلها. والله يعني الهبد عن بين الشجر، مشوار مني لهناك يمكن 400 ولا 500 متر، باقي اشوف طريقي من بين الاشجار هذه مدري كيف. نقول توكلنا على الله، يا الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يستر من الزحلقة، والله العظيم انها محلات زلق وماني عارف الطريق من فين، لكن بمشي ابغى اشوف طريق الصيادين من فين. الله يستر، الله يستر. بسم الله الرحمن الرحيم. شكلي بلاقيلي هبدة على ظهري، انا غير احط الفلين اسحبه، دائما قلت الموية هنا مرتفعة. اوه يا ربي، الله يسر. والله مشوار يمكن 200 متر بس من بين الشجر ماشي، يا معك غراض ولا شيء، متعبة. كيف عاد الله أمشي نوصل، يلا يا رب. أيوة وصلنا للأعشاب، لكن الحمد لله عرفنا الطريق، الحمد لله وصلنا للطريق. هي كويس، والله الصلاة ينكسر وانا اسحبه ارفعه. لا لا ابشركم اني وصلت، دلينا الطريق الحمد لله، بس ابغى احفظ الدخلة، اذا طلعت برا وجيت تدخل مرة ثانية اضيعه. يا كويس هناك بروح المنطقة هذيك، يا الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه الكلمات ذا كمان شر ما خلق، يا الله يا كريم. تقريبا هنا والله اعلم، يعني موقع هذا لا باس فيه. هي هذه، هي هذه المنطقة، هي هذه هي. لكن يبغى لي اشوف لي محل، خلاص محلي هنا كويس. اول محاولة اول رمية، يا الله يا كريم، يا الله يا رب، يا الله يا كريم، على كريم. نجرب، ما ادري عنك كيف ذا المحل، ان شاء الله بخير. يضرب الحين شكلها شعور هذه. ايوه هذه اول واحده، هذه الاولى شيء، بس تعالي هنا من الصخور هذه جزاه الخير، يا الله يا كريم. والله ما شاء الله امور امور امور، كل شاف هذه بدايه الخير. شوف صغيرة، شوف عمو الكرشاف، هذه بداية، الله يجيب الخير إن شاء الله، بداية طيبة إن شاء الله. على طول السحب إن شاء الله، فيها واحدة ذي شوف، لا ما مسكت ولا، على طول ضرب. يلا يا كريم، يلا يا رب، هيا مسخرة مسخرة، شكلها برضه هامور، لكن خلاها تقعد. سخرت هذه، هذه سخرت برضه، شوف مسخرة هذه فكت كويس، هذه مسخرة. في ضرب قوي والله، لكن في صخور هذه، شوف كيف شكلها فرد. شيك على الثانية، هي طلعت ولا بعد مسخرة؟ بعد مسخرة برضه، فكت كويس. الله يجيب الخير. نجرب الحبار معها، نشوف الحبار. الله يا الله يا كريم، حط الراس هنا عليه،
في ضر ما شاء الله ما يوقف، لكن الصخور احيانا يا الله يا رب. بحول قدام هناك في منطقة، هناك المنطقة ضيقة، المجرى اللي يدخل الخور وما هي عميقة، ممكن الصيد فيها احسن. المناطق العميقة هذه مش اسماك صغيرة بس نتش، لكن نشوف هذه السلحفة، هذه مقبرة. شوف السلحفة هذه راحت. يوه ان شاء الله ما ادري فيها شيء ولا لا، فيها واحدة بس ما ادري شيء. ان شاء الله نعتها طيبة. دوبها من اليوم، هاي شكلها هامور. هامور ما شاء الله. هذه اول واحدة سووها اللي شيء، هذه اول هامور الحمد لله. ما في اليوم ما في ضرب، سبحان الله ضرب ضعيف، لكن لازم عندي صخور ترمي هنا. الله يكتب الخير الحمد لله. هذه اول واحدة الحمد لله، ازيد الرمي هنا زيادة. بالعة اقصها. ودي الشبكة. يا الله اللهم لك الحمد الحمد لله والشكر. روح شكلها بتروح الحمد لله. بداية الخير بداية الخير. الله يجيب الله يجيب الخير. يا الله يا رب. والله يعين لله. حولها كذا سحبات حلوة. ايوه يا الله ان شاء الله. هذه هي هذه. ايوه ما شاء الله ما شاء الله. الله يجيبها. قطعت صخور قوية. الله قطعت تمشي ماشي في الصخور. شكلها هامور كبير، شكلها هامور مو قطعة فك، بس ما ادري ايش هي. الظاهر انها هامور بس انه بالصخور يمشي كذا ويصخر. مشكلة المنطقة هذه كلها صخور، المناطق هذه كلها مليانة صخور. ايوه الثانية، هذه كبيرة بس ما ادري ايش هي. حاولت فيها امس نطلع هذه ونرميها هناك احسن. المنطقة هذه كويسة الحين ما طلعت هامور. فيها واحدة بس مسخرة، فيها واحدة سخرت سحبت شي وسخرت. الله يجيبها. شكلها برضو هامور. ايوه هذه هي. يا الله يا رب. اوه ما شاء الله. هاي الثانية ما شاء الله الحمد لله. ثنتين لحد الان. ضرب ضعيف يجي كذا ضربات متفاوتة. ما هو تقريبا ما شاء الله. خلني بس اوديها. والله مشوار اشوف هذه فكت ذي يطلعها بعدين اودي هذه وارميها هنا. اخر محاولة أنا في شيء ولا مشيت. تعبت والله أنا تعبت الحمد لله والشكر. بزيد أحاول واحدة إن شاء الله نطب واحدة كبيرة. إن شاء الله نطب لنا في واحدة طيبة. إلى آخر محاولة. تعبت والله أنا تعبت. الله يجيب الخير. يلا يا رب.
كان حولها شيء. ايوه في حولها شيء. شو هي حولها شيء على طول ضربت. الله يجيبها. فكتها. والله على طول ما بدها تنزل المره ذي. هي منطقة عميقة، هذه شعب وقص وعميق، قاعد يرمي في الطرف كذا ما يرمي بعيد، فأحيانا تمسك وتصخر هناك زي الأول الكبير هذيك ما أدري إيش هي. توكلنا على الله، تعبت والله. خلاص عندي هنا توكلنا على الله، ما طلعت زي ما شفت حبتين والثالثة صغيرة رجعتها، هذه لا بأس فيها لا بس فيها كويسة هذه اللي طلعتها، واللي مسكت وقصت ما أدري إيش هي، ما قصت فرد الهوك تسحب وأشقها في الصخور وترجع تسحب مرة ثانية، ما هي شاقة لا سحبة سريعة هذه. هذه ثنتين دي ثنتين هذه والله اللهم لك الحمد، الحمد لله والشكر والله. الخلعة رفعت هذا الصقع في رجلي فيني خلعه احس بشيء صقع يعني. يلا الله يعوضنا خير، يعوضكم في مقطع ثاني يا رب. تعبت والله، تعبت اني ضاغط على نفسي كذا ابغى اصيد اي شيء. الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. الاعشاب اللي تجي من البحر تجي من كسارات من الشعب تجمع هنا، شوف تجمع تحت الأشجار سبحان الله. الله يعين، الحين نصف المسافة باقي النص الثاني بين الشجر على الله، الموية مرتفعة بس اني وانا نازل الموية كانت مرتفعة شوية، بس الحين لازم اكون شايل الفلين، ولا وانا جاي كان كويس الموية مرتفعة وحط الفلين واسحبه، لكن الحين شوف نزلت الموية. شوف الأعشاب كيف، شوف الكويس في موية حجزتها على الأعشاب هذه. أوه والله يعيننا. شوف الأسماك، شوف الأسماك الصغيرة دي ما شاء الله. تفائلت في المنطقة هذه، توقعت اني بلاقي شعافن فيها اقل شيء يعني، وقلت يمكن بلاقي هوامير، لكن الحمد لله ما توفقنا ونصيب. ما حد ياخذ الا والله يستر، ما حد ياخذ الا رزقه ونصيبه الحمد لله.